السلام عليكم الاخوان، كنتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير. اللي كنتو كتنتظروا هذه الحلقه هذه من زمان، وكانوا عده اسئله كنتلقاها من المتابعين ديالي. اليوم البرنامج الجديد في المساعده في مجال السكن، اليوم طرقوه، اليوم تعرض امام صاحب الجلاله. يعني مسألة اللي كتعرض امام صاحب الجلاله ما تبقاش فيها نقاش من بعد. اليوم تحل المشكل. قدمت اليوم الوزيره اللي هي فاطمه الزهراء المنصوري، وزيره اداره التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه، اليوم الثلاثاء يعني هذا النهار هذا، امام الملك محمد السادس الخطوط العريضه لبرنامج جديد للمساعده في مجال السكن. وتبعوا معايا، راه هذه الحلقه مهمه بزاف، عامين راه كنصينوا هذا النهار هذا، في اطار تنزيل الاراده الملكيه في تعزيز قدره المواطنين على الولوج في سكن لائق. انا غنجيكم الشرح. من بين المستجدات التي سجلها البرنامج ارتفاع مبالغ المساعده على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر مقارنة مع ما ورد بمشروع المرسوم. في الحلقة السابقة كنت أتكلم على مشروع المرسوم اللي ناقشوه في البرلمان. شنو كانوا تيقولوا؟ بأن الشقة، وتبعوا معايا الله يجازيكم بخير، والحاضر يبلغ الغايب، يعني الشقة الدار لابارتومون اللي يمكن لك تشريها انت ولا انت قل او تساوي 30 مليون 300 الف درهم. يعني الدار اللي 30 مليون لتحت، المساعدة ديال الدولة اللي غتعطيها لك انت ولا انت هي عشرات المليون. في المرسوم، في المشروع المرسوم السابق كانت اقتراح ديال 7 المليون، دابا ولات 10 ديال المليون. هذا الشيء راه تحط اليوم امام صاحب الجلاله، يعني هذا الشيء موثق، ما فيش لا غدا ولا بعدو غيخرج شي قرار جديد ولا. الدار 30 مليون لتحت، يعني 30 تنقول 30 لتحت، شريها الدولة غادي تساعدك بعشرات المليون. الدار اللي من 30، يعني 30 ودرهم حتى 70 مليون، يمكن لك تشري دار من 30 مليون ل 70 مليون، الدولة غادي تعاونك ب 70 ألف درهم، يعني 7 المليون. وتبارك الله، راه الخير والبركه. هذا الشيء الجديد فيه هو للمغاربه المقيمين بالمغرب والمغاربه المقيمين بالخارج، يعني الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج يمكن لها تستافد بحالها بحال اي اسره مغربيه مقيمه في المغرب. الدعم غادي يتعطى لكل شيء، كنتي عايش في المغرب كنتي عايش في الخارج. الشرط الوحيد اللي ما تغيرش هو تكون انت ولا انت ما عمركم استفدتوا من الدعم ديال السكن. ما تجيش تقول لي في التعليق استفدت من شي حاجه اخرى من غير السكن. حنا كندويو على السكن، دعم السكن. نزيدو نبسطو ونشرحو، سمحوا لي راه شويه عيان اليوم، درت الفيديو وانا متكي، سمحوا لي الاخوان، والله الا بالله جيت من الخدمه ما قادش نوقف ولا
كان سابقا هذه هي الشروط اللي كانت، يعني تكون مع عمرك سافتي من دعم ديال السكن. بحال دابا الناس اللي كانوا شراو دار، شراو دار سكن اقتصادي، الدولة كتساعدك تقريبا ما بين 48000 درهم ولا 45000 درهم، 4.5 مليون حتى 5 مليون، ولكن انت ما كتشوفهاش، كتمشي عند المنعش العقاري هو اللي كيستافد منها. كيفاش كيستافد منها؟ ما كيعطيوهالوش فلوس، تيربحها في الضرائب، تيكون واحد الخصم عنده في الضرائب اللي كيخلص. حاليا غدا اللي غتشدها وما غتشدهاش في يدك، ما غتشدهاش في يدك، غادي يشدها النوطير. النوطير اللي انت ملي غتمشي تختار الدار اللي بغيتي وتجيب الوعد بالبيع، هضرنا في هادشي سابقا، تجيب الوعد بالبيع تمشي عند النوطير تقول له بسم الله واحد الدويره راه باغي نشريها، ها الوعد بالبيع، هو تيقوم بالاجراءات ديالو. النوطير هو اللي تيقوم بالاجراءات ديالو حتى كيتسلم الدعم. ملي كيتسلم الدعم في ظرف 30 يوم خصو يوجد البيع النهائي. الا ما وجدوش في ظرف 30 يوم البيع النهائي، بان صافي الدار مولاها راه خرج له الكريدي ولا خلصها كاش ولا مهم شغلو، هذاك البيع النهائي. إذا ما خرجش، إذا ما وجدوش في 30 يوم، النوطير اللي هو الموثق خصو يرجع الفلوس لمواليها. وهاد الفلوس كيفاش كيتوصل بها النوطير؟ إما فيرمون في الكونت ديالو، إما شيك بالسمية ديالو. هذه هي الإجراءات حاليا اللي كاينة باش تستافد من واحد السكن رئيسي. كاين تقول لي راني شريت الدار استفدت من الدعم ديال الدوله، لانني هادشي اللي تنقول لكم دابا كانوا كيجيو لي تعليقات بزاف واسئله كثيره كثيره كثيره، كنحاول انا في هذا الفيديو هذا في هذه الحلقه هذه باش نحاول ديك الاسئله اللي كتجيني نحاول نجاوب عليها في هذه الحلقه هذه. غتقول لي انت ولا انت بانني شريت واحد الدار في السكن الاقتصادي هذه المدة ديال 10 سنين، سكنت فيها، خديت المال لوفي ديالها، داري ولات 100%، بانت ليا، بعتها. دابا واش يمكن ليا نستافد من هاد الدعم؟ غنقول لك لا لا، واخا بعتي الدار، واخا راك فكرة، واخا راك ساكن عند النساب، ما غتستافدش، لأن الاستفادة كتكون مرة واحدة. وهذا الشيء راه مسجل في المحافظة وفي دار الضريبة. يعني حدك تمشي عند النوطير وتشري شي دار وتمشي لعندو، كي ياخذ داك الوعد بالبيع، كيدير الإجراءات ديالو، في ظرف 7 أيام كيجاوبوه، تيقولوا له واش هاد السيد ولا هاد السيده يمكن لهم يستافدوا ولا ما يستافدوش. هذاك الشيء كلشي راه في السيستم، كتدخل غير السميه ديالك والكنيه ديالك والنمره ديال لاكارت ناسيونال، كيجبدوك كيعرفوك واش استفدتي من الدعم ولا ما استفدتيش. هاد الشيء راه ما فيهش ها ولا ها نيشان. كاين حلول وغادي يقوموا بها بزاف ديال الناس، غادي يدير الدار مثلا، يستافد من الدعم مثلا الزوجه ديالو ولا الابناء ديالو ولا شي حد ممكن، ولكن الشخص اللي هو استافد سابقا ما غاديش يستافد دابا. كنتمنى هذه الحلقه هذه تكون عجبتكم ونالت الاعجاب ديالكم، كنتمنى منكم تشاركوا في القناه، كنتمنى منكم تبارطاجيو هذا الفيديو، لان هذا الفيديو هذا الحلقه هذه كتهم بزاف ديال الناس، وهذا الشيء اللي قلت لكم دابا راه ما فايتاش عليه ساعه ديال المكانه. المصدر ديالو هو
الجلسة اللي كانت اليوم ديال صاحب الجلالة مع الوزراء مع رئيس الحكومة ومع شلابوكو ديال الوزراء اللي كانوا اليوم حاضرين منهم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير. خوت ما نطولش عليكم بزاف راني طولت ومازال ان شاء الله اذا كان شيء جديد وكنتمنى منكم التعليقات ديالكم اذا كان شيء تعليق من غير هذا الشيء اللي قلت دابا في هذا غنجاوب عليه من غير هذا الشيء اللي قلت دابا في الحلقه. اذا كانت شي حاجه في الحلقه قلتها وسولتيني راه ما غنجاوبكش لانك راك ما تفرجتيش في الحلقه الكامله يمكن شفتي غير المينياتير وطرحتي السؤال. السلام عليكم وتبارك الله عليكم وسمحوا لي على هذه الجلسه اللي جلست اليوم ماشي من عادتي ندير معكم فيديو وانا متكيف بيت النعاس. خوتي تبارك الله عليكم. سلام عليكم.